يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرفنا أو فهمنا من الدرس أن أنواع التوسل المشروع هي: أولا التوسل بأسماء الله وصفاته، ثانيا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ثالثا التوسل بدعاء الصالحين الحاضرين. هل هذه هي الأنواع فقط؟ لا، ما هي بالأنواع، فيها التوسل بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا توسل بالتوحيد، كلمة التوحيد. نعم.